أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثابكم الله، هل الموازنة بين الحسنات والسيئات في الحكم على الأفراد والكتب والجماعات منهج صحيح، أم لا بد من ذكر السيئات فقط وإظهارها والتحذير من صاحبها؟ من أظهر المنكر أو البدعة يحذر منه ولا ينظر إلى حسناته بينه وبين ربه. من أظهر المنكر أو البدعة يحذر منه، ينصح حتى يهتدي، هكذا جاءت السنة. نعم.